مشاهدينا الكرام، نعود إليكم ومجددا داخل الاستوديو، ونرجع لرئيس منصة المبدعون الشاديون. أهلا وسهلا بك عثمان وجه مجددا. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. شكرا على الاستضافة. الله يسلمك. مبدئيا حدثنا عن المنصة، ومتى تأسس هذه المنصة وما أهدافها؟ أولا، منصة المبدعون الشاديون منصة إبداعية شبابية تهدف في إبراز الإبداع التشاديين في جميع الفنون، سواء كان في الرسم أو التصوير أو الكتابة أو أي شيء كان. فتأسيسه في 21/1/1. فالسبب تأسيسه منصة المبدعون التشاديون أولا تشجيع الشباب المبدعين في شتى المجالات، فنستطيع من خلال الإبداع توعية المجتمع سواء كان عن طريق الفن أو الأدب أو غيرهم. فالإبداع صراحة في بلادي مهمش جدا بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية وغير ذلك. قلنا لا بد من أن نحيا هذا الإبداع، أسسنا المنصة وكان الإقبال عليها كثيف جدا صراحة. ما أهم الأنشطة التي تمارسها المنصة؟ فغالبا تركيزنا في كتابة المقالات، فنكتب المقالات وبالتالي بالإضافة إلى الرسومات. ففي ناس مبدعين جدا في مجال الرسم. الرسم، نعم. فكذلك في الصفحة الفيسبوك ننشر المقالات بالإضافة إلى الرسم، بالإضافة إلى الصور الإبداعية. وأنت كذلك مبدع عثمان، أنت كذلك مبدع من خلال تجارب من الحياة. نريد أن نعرف شعورك عند كتابة هذا العمل. فأولا أعرفك عن كتاب تجارب من الحياة، عبارة عن تجارب أشخاص حقيقيين وثقوها بالحرف. فراودني فكر بعد ما تمت مسابقة في منصة المبدعون الشاديون فكتبوا المقالات، فقلت نجمع المقالات فنجمعها في كتاب ليستفيد منها كل قارئ وقارئة. فعبارة عن جمع مقالات فقط، فتجارب حقيقيين، تجربة سواء كانت تجربة في العمل أو تجربة في المدرسة أو تجربة مع الحب أو سواء كان أي تجربة من تجارب الحياة. نعم. طيب. في حد ذاته يعني يعتبر إبداع. نعم. لما الإنسان يفكر ليجمع مقالات فهذا أكيد مبدع. أنت بدأت بجمع المقالات، هل تفكر أنك ممكن تكتب كتاب؟ أفكر. أفكر أكتب كتاب. فده أيضا يعتبر هدف وحلم. وماذا لديك من المواهب أخرى غير ال... أنا الآن لا أذكر لك لدي موهبة سواء كان في طريق الفن أو الأدب أو غيرهم، لكن الآن في جانب المنصة المبدعون الشاديون فجانب التصميم، فالتصميم المقالات، فالحمد لله الآن أستطيع أن أرسم أي رسم، أستطيع أن أكتب أي مقالة. فبالإضافة إلى الإبداع الصور، في جانب الصورة أيضا الحمد لله. بالإضافة إلى أنك قارئ ممتاز، لديك موهبة في القراءة. ليس قارئ ممتاز، كل عبارة عن محاولات. موفق إن شاء الله. طيب، شاركت أنت في حملة اقرأ بهذه النسخة وفي كثير من النشاطات التي قمت بها مع الشباب، فكيف كانت هذه التجربة؟ والله طبعا الكتاب تجارب من الحياة وصل حملة اقرأ الموسم الثامن يوم الثالث، لكن الشيء اللي فاجاني تقريبا جينا بأكثر من 50 كتاب، فبعد يوم ويومين ما لقيت أي كتاب. كله تم بيعه الحمد لله. حتى أنا الآن ما عندي كتاب. جميل جدا. فضل واحد بس. فضل واحد أيضا أخذناه من شخص. ممكن أشوفه؟ هل هو مقسم؟ ممكن الكاميرا شوية. هو مقسم لأبواب صح؟ نعم. بالتجارب. وفي نسخة أخرى جاية؟ في نسخة أخرى جاية من مصر القريب إن شاء الله. إن شاء الله. ما شاء الله. لك مستقبل إن شاء الله عثمان. عثمان أنه شاب لكن دائما يفكر في
في المبدعون التشاديين، فهذا شيء جميل جدا. أتمنى لك التوفيق. أستاذ ممكن رسالة أو كلمة أخيرة توجهها خاصة للمبدعين التشاديين؟ فرسالتي الأخيرة للمبدعين التشاديون، فالمبدعون التشادي منصة المبدعون التشاديون تستقبل كل الإبداعات، فأن يستمروا في الكتابة، في القراءة، في التصوير، في الرسم، فأبوابها مفتوح للجميع. فكثير من الناس انتقدوا، حتى في ناس أرسلوا مقالات، ففي مقالات ما تستحق النشر، ففي ناس يزعلوا يقول المنصة ما فهمنا منها حاجة فتنشر بعض المقالات. كلها المشكلة في الآن عندنا في أمانة سرقة المقالات، في ناس يسرقوا المقالات فيرسلوا لنا وكذلك يريدون أن ننشره. فالمنصة ما ممكن المقال شخص ينتقل إلى شخص آخر، وأمانة علمية ما ممكن. عشمان نتمنى أنه المنصة نشوفها إن شاء الله في أحسن حال ممكن إن شاء الله، تتطور على إيدك بإذن الله إن شاء الله، وكمان نتمنى أن تتوفق في كل حياتك إن شاء الله. بارك الله فيك عثمان، جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام نعود إليكم بعد الفاصل.